الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية اللي منورنا النهارده محمود شاكر. مساء الخير عليك يا حوده. مساء الفل عليك يا كابتن هاني، مساء الفل على جميع مشاهدي قناة النادي الأهلي، وكالعادة سعيد ان انا متواجد معاك. احنا سعداء بوجودك معانا كالعادة محمود، والنهارده عندنا حاجات كتيرة جدا جدا هنبص عليها مع السادة المشاهدين، وعايزين طبعا كلنا كنا بنراقب النهارده نتائج قرعة دور ال 16 لدوري الأبطال، عايزين مع حضراتكم نشوف نتيجة القرعة علشان فيها مواجهات مثيرة زي ما قلت لحضراتكم، عايز أعرف رأي طبعا محمود في هذه المواجهات المثيرة. القرعة طبعا أسفرت عن مواجهة ما بين ليفربول وريال مدريد، مواجهة نارية، باريس سان جيرمان أمام البايرن مواجهة قوية جدا، لايبسيج الألماني أمام مان سيتي الإنجليزي، الإنتر من إنتر ميلان أمام بورتو، بروسيا دورتموند أمام تشيلسي أيضا مواجهة قوية جدا، فرانكفورت الألماني أمام نابولي، ميلان أمام توتنهام أيضا من المواجهات القوية، كلوب بروج أمام بنفيكا. محمود توقعاتك إيه؟ مش للنتائج لكن كان في كنت متوقع إن هتخرج على الأقل 3-4 مواجهات تعتبر نهائي مبكر لهذه البطولة، ده يضيف للبطولة، أو ممكن جدا ناس كتيرة تزعل إن هيخرج واحد من المرشحين لهذه البطوله من دور ال 16. شفت القرعه ازاي اجماليا؟ زي ما انت بتقول كده يا كابتن هاني، وعشاء الكوره يمكن ما يحبوش المواجهات القويه تبقى موجوده صحيح. بدري، بحيث ان يحصل فلتره ويحصل في الاخر ان الفرق الجامده كلها تبقى موجوده مثلا في دور الثمانيه، بحيث ان ما يكونش في اي مواجهات، كل مواجهات تبقى قويه جدا في دور الثمانيه. ولكن من مباراه بنفيكا اللي كسب فيها فريق معين مش عاوزين نذكر اسمه طبعا 6-1، وفرق الجون بالظبط ما بين كان باريس سان جيرمان وبنفيكا، فباريس سان جيرمان بقى الثاني المجموعه، فتوقعنا ان باريس سان جيرمان هيلاعب فريق قوي، لان احنا عندنا ليفربول طلع الثاني وعندنا في فرق كتيره طلعت. وطبعا وزي ما شفنا ريال مدريد وليفربول مواجهه للمره الخامسه او السادسه في اخر 5-6 سنين، نفس الكلام طبعا المواجهه القويه جدا ما بين البي اس جي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ودي اللي كنت اتمنى ان هي ما تحصلش خالص في دور ال 16. ولكن باقي المواجهات يا كابتن هاني فيها تكافؤ بنسبه كبيره جدا. تعالى انا وانت هنمر كده على المواجهات مباراه، وطبعا انت عارف او الساده المشاهدين عارفين ان طبعا هذه البطوله يعني هتتلعب الادوار لدور 16 ايام 14 و15 فبراير السنه الجايه ان شاء الله، وزي ما حضراتكم عارفين كمان يمكن السنه اللي فاتت الويفا الغى خلاص عمليه ان الهدف خارج الديار بهدفين، وده ما يزيد الاثاره والشغف و المتعة في كرة القدم خاصة في الدوريات الأوروبية. ليها أثر إيجابي؟ أنت شايف القاعدة ديت فير، والقاعدة ديت بتزيد من إثارة المباريات بشكل أو بآخر، ولا أنت شايف إن يعني القانون القديم يعني أفضل شوية؟ شوف يا كابتن، يعني أنا يعني الكورة دلوقتي أسرع والريتم بتاعها بقى أسرع، فالأفضل أكيد القانون الجديد، ولكن القانون القديم كان بيتلعب عليه تاكتكس وبتلعب عليه مباريات معينة، الفريق بينزل ليعمل زون صحيح. معين بيحاول يطول في المباراة على قد ما يقدر، يبقى الماكسيم يدخل فيه جون بالكتير عشان يقدر يعوض في مباراة العودة، ولكن كلنا عارفين إن أوروبا ما فيش الكلام ده يا كابتن هاني، يعني بره الأرض وجوه الأرض الاتنين واحد. ولكن أنا عاوز أتكلم على حاجة تانية هتفرق في دور ال 16، الكلام ده هيتلعب في شهر فبراير، في شهر 2 زي ما حضرتك ذكرت يا كابتن هاني، هيكون في ميركاتو اتفتح، وهيكون في لعيبة كتيرة جدا انتدبتها فرق كتيرة، واحدة زي من الفرق اللي هتفرق معاها بشكل كبير جدا إن عودة الدور ده هتكون في شهر 2 هي ليفربول. ليفربول عنده إصابات بالجملة، لويس دياز وعنده جوتا وعنده ناس كتيرة جدا، وبعد كاس العالم كمان يا كابتن هاني الحاله الفنيه والحاله الذهنيه اللي هيبقى عليها لعيبه كتيره جدا جدا، لان كل نجوم العالم هيبقوا موجودين في كاس العالم، في اللي هيطلع من دور الثمانيه وفي اللي هيوصل للنهائي وفي اللي هيطلع من سيمي فاينل، فكل دي هتاثر بشكل كبير جدا على شهر فبراير في المباراه بتاعه الدور 16. ولكن عاوز اقول ان احنا اي حكم دلوقتي هنحكمه هيبقى سريع جدا مقارنه باللي هيحصل كمان 3-4 شهور، ولكن مواجهات قويه جدا طبعا. مواجهه ريال مدريد ان المتغيرات بتبقى سريعه جدا في كره القدم، خاصة في ميركاتو شتوي وعندنا كاس عالم، متغيرات هتكون سريعة على مستوى الأندية، على مستوى الاستعداد، على مستوى الأداء الفني.